قامت المرشحة الديمقراطية كاملا هاريس بطرق أبواب منازل الأمريكيين من أجل دعوتهم للتصويت لصالحها. وتقدمت المرشحة الديمقراطية نفسها للناخبين الأمريكيين تحت عنوان مرشح الطبقة المتوسطة، وسط آمال متزايدة في أن تكون أول رئيسة امرأة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية لتحقق الحلم الذي فشلت في إجرازه أو إحرازه وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، والتي خسرت الانتخابات الأمريكية عام 2016 أمام دونالد ترامب.